مرحبا شباب، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كلش لميون زح حبايبنا بلعبة فري فاير الدبدوب سفاح. دبدوب مسفاح، شو صارت يا معلم؟ ما اعرف كيف صارت معلم، راح افرجيكم كيف صارت معلم. مثل ما انتم شايفين حسب سفاح الدبدوب، يعني ما بعرف شلون هي صارت، شو صار يعني ما بعرف فهمت شو عم اقصد. المهم حبايبنا كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كلش تمام. جيتكم يوم جديد، فيديو جديد، حماس جديد، فايق الصبح معلم هيك منشط على الاخير، معلم شربان اوكي. جيناكم يا طيبين هيك على الصبحيات باللوز. خلينا ندخل نشوف هذا الحزمه يا شباب، وكل شيء تمام راح يكون. هاي هي الحزمه. طبعا هاي الحزمه يا شباب، يعني ليش انا بالعاده بنزل بس بعد ما بنزل كثير عن دايموند رويال، بس ولكن هاي الحزمه عليها بالاسم، ويعني الشكل يعني شجعني انه ننزل عليها. المهم حبايبي الكرام، خلينا نبلش نقول توكلنا على الله. بس ولكن قبل كل شيء الله يسعد ليكم شباب، بدي من كل اسطوره قاعد عم يتفرج بهذا المقطع الاسطوري، وانت يا اسطوره عم تفرج علي بهالمقطع الاسطوري، يعني بهذا الوقت الاسطوري وكل شيء باللوز، ركز معي كيف حبيبي. الله يسعد ليكم، رح انزل لكم رابط قناتي الجديده شباب على اليوتيوب، اوكي؟ وان شاء الله شباب رح يكون فيها تنزيل حلقات سلسلات العاب بشكل يومي. تقدروا تروحوا علينا شباب ننزل اول حلقه، انك مجهز الحلقه الاولى، اوكي؟ رح ننزل ان شاء الله اليوم يا شباب، اليوم، اوكي؟ رابط تحت بالوصف، تروحوا علينا شباب ومنتظركم. خلينا نشوف الدبدوب يا شباب. اوكي. حسب سفاح الدبدوب، هات لنشوف. اوكي، مثل ما انتم شايفين عندي هون 70 دايموند رويال. يا سلام عليك، اول مرة عندي الحظ مو 70، يعني ممكن اجيبه باور باور، يعني ممكن يطلع لي هلا. يعني ممكن هلا يطلع لي يا شباب. قول لي. اوكي، اوكي الدبدوب. يلا يا دبدوب. ويلي. هات لنشوف، معقول؟ اها طلع لي الجسم. الصراحه شباب انا في شغله كثير حلوه شباب عملوها بلعبة فري فاير، انه صرنا شباب نقدر نجيب يعني هذول الاجزاء من السكنات، فهمتوا علي شو؟ يعني مثلا حصلت على التشاكيت، يعني شيء كثير حلو صراحه، يعني هي عملوها اللعبه. نكمل شباب نشوف. اوكي عيشرة دبدوب السفاح يا معلم، سفاح الدبدوب، هات نشوف شو راح يصير. فلوس بيض استوت خلاص، هاي اجتنا، هاي راح لازم يجي شباب، هاي لازم نجيبه معلم، راح يجي هلا، شوف راح يجي خلاص. يلا روح. اوكي اصفر لون ما في، لا 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 ربك ادخل معلم. اها هذا هو، هذا خلاص يعني. شو حلو معلم انك، يعني شو حلو شباب انك تعرف راح يجيك معلم مباشرة، يعني ما راح يطول كثير وكل شيء باللوز. اوكي يو هات نعمل هيك معلم، نجي لهون هيك. شوف يعني، شوف معلم بفتح اللعبة يعني داخل. اوه طلع حلو معنا على الفاير باستي، بس طول بالك يا معلم، نجرب نجي لهون نجي لهون. اوكي يا معلم، معلم شباب رح ندخل جيم هيك السولو سكواد هيك معلم على الصبحيات، يعني شيء ضبط الشخصيات اهم شيء. هاي ركزوا معي كيف نعمل، نجي لهون. وين هاي؟ ايوه ايوه يا معلم، ايوه هيك شباب، شوفوا يا معلم هيك بنعمل هيك، وحط الجراند كت سولو سكواد هيك على الصبحيات معلم، نشوف شو راح يصير معنا. معقول نجيب بويا ولا نشوف معلم؟ ما اعتقد يعني، ما اعرف يعني يطلع لنا البويه، بس انا يعني تطلع لنا البويه، ما تطلع لازم نجيبها، بس نشوف. اوكي ويا بسم الله توكلنا على الله يا شباب، يعني اول جيم الي لليوم شباب سولو سكواد وجراند ماستر شباب، يعني معلم نشوف راح ناخذ ناقص ولا سالب، نشوف هالجيم شباب راح ناخذ ناقص ولا سالب. هلا بنشوف، هات نشوف معلم ميت والدي بالشاشه معنا التوربيتو مشو مر هو مر اوكي وحبيبنا. وهلا اهلين، السلام عليكم، كيفكم؟ اهلين اب شوارب على راسي جيبك، تمام التمام باللوز. يلا بسم الله مع شباب. اوه مالي حلقه مصر شباب، هذا السبب ندخل هيك بدون اي شباب، اي شيء بنزل بعد ندخل على التدريب، ندخل نلعب جيم سولو سكواد معلم. ضربت ما ضربت حبيبي والله لم تزبطها معنا. اوكي هذا نشوف وين رحنا، وين كنا، وين جينا، ننزل هون. روح معلم، ما معي نسر شاب، راح انزل باي مكان هيك على هيك يعني بشكل عشوائي، نشوف الوضع شلون. هات نشوف، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي او 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 عندنا واحد على اليسار، اثنين على اليسار، ثلاثه او ليه، بسم الله. هات نشوف والله شباب، ننزل هون. ايوه هون هنيك في النقطه الحمراء. اوكي لهون، شكله الوضع يا شباب، ننزل هون ان شاء الله نلحق. اوه في سكواد معي على اليسار، يا الله ويلي في ناس نزلوا معي، في ناس نزلوا معي يا جدع، في ناس نزلوا معي، يلا لحق لحق اللوت، ونزل ورا 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 نزلوا. تعالوا جيبوا قول لي سكين حلو. بعيدين يا شباب، عجب نقدر نلحقهم ولا شلون؟
الله شوف نروح لهم بدهم سكوادين اثنين كانوا. يا الله يا الله يا الله يقول هذا هو روح عليهم والله بدنا نروح شباب يا اخي روح عليهم معلم ايوه ما معي ما معي انا حاطط العشبه ان شاء الله عجب شافوني يا شباب تعتقدوا ويلي بالله هذا واحد هذا واحد فنش فنش ياكله فنش اي صح ولي ودي فنش فنش هات اللوت معلم هات اللوت هات اللوت ليه في هذا معلم باللوس ويلي هذول قاعد عم يساعدوا معلم عم تساعد صاحبك قدامي يا جدك ترك معلم حدا قتله حدا قتله الظاهر حدا قتله الظاهر احنا حدا قتله يا شباب هذا وهذا وهذا بقتل هذا بقتل رح نستدور خليل بعنا عم عملوا الفخ معلم ليه يا جدك اي 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 معلم طول بالك حبيبي طول بالك ابو طول بالك معلم طول بالك ابو حجي طول بالك طول بالك بعد تعرف شو راح اعمل شاب اعمل شغله رح خليه يجي لعندي ان شاء الله تزبط راح اعمل على اساس على ساعه اصحابي هون اوكي يلا وثاني معلم اوكي اذا تعالوا يلا نعمل له فخ معلم على اساس عم ساعه اصحابنا فهمت علي شلون خليه يجي معلم دائما معلم شفنا احنا لاعبين فري فاير اول ما حدا بتشوفه معلم بدك تجي ساعه اصحابك هذا هو وش رايك بالدنيا اول؟ ويلي ويلي تعالوا لي معلم تعال الله يحوش عليهم معلم خرباني خرباني لا ليش عملت هيك؟ لا غلط 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 يا برو ارجع مكانك عليك ارجع 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 معلم ما معنا تلجات كتير ذا حدا بسحد هذاك فنشته ولا ما بعرف يا ول انتوا لحدتوا سكواد وانا لحالي يا ول يا ول تعال يا ول نشوف شو في عندي معلم عندي سكوب شو في اشعار يخرب بيتكم من حالكم يا سلمي شو شلون يا جدك شوف شلون خايفين يا ول يا ول تعال يا ول والله حشوم عليهم والله حشوم عليهم هذول يا شباب حشوم عليهم اطلعوا له اضرب اطلع بر 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 اطلع ابدا يطلع يا شباب مش كمان معي ما معي ول فرج ويلي انا ما صاروا الله لا يا رب خفت يا الله يا الله شوف شوف يا زلمه شوف والله هذول يا الله نايس نايس اوكي شباب لو تزبط معنا اليوم يا شباب قلت لكم شباب يلا شوف الناقص قلب لاعب ناقص يلا معلش معلش غير بدك لا والله قد زاد 17 شباب اشي باللوز نايس نايس حلو 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 يعني والله كانت مقدات حلوه يلا معلش اول هيك باللوز المهم شباب الله يسعد ياكم ايه بكون تم اختارنا اليوم حبايبي تحياتي لكم جنان انتظرونا ان شاء الله شباب بالقناه الثانيه رح ننزل لكم اول سلسله ان شاء الله حتكون ارك باذن الله تعالى رح نروح شباب صوركم من البداية من الصفر لعبة أر بتمنى من كل أسرة شباب شاهد المقطع ينزل على القناة شباب الثاني روح يشاهدنا شباب رح ننزل سلسلة ألعاب بشكل يومي إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني كثير من الألعاب فهمتوا علي شلون لايك شباب الله يسعد إياكم بحتاج دعمكم حبايبي الله يخلي لي إياكم وبتشكركم كثير لكل أسطورة شباب رح يروح يشترك بقناتنا الجديدة الله يسعد لي إياكم يا حلوين وبتشكركم كثير كثير ونشوفكم على خير ونشوفكم بالقناة الثانية بعد شوي ونزل لكم اليوم ننزل لكم القناة بس ولكن شباب بدي منكم شغلة اوكي لكل أسرة وصل لهذه اللحظة تنصحونا شباب ايمت بدكم يكون التنزيل الوقت يعني بدنا نركز معلم على وقت معين ننزلكم الحلقات بشكل يومي يعني كل يوم معلم حلقة بالوقت المناسب بالقناة الثانية اوكي تمام سو نشوفكم على خير
والسلام عليكم. لا تنسوا تزبقنا تاني حط لايك وشير يا زلمي.